السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي طلاب الصف الرابع الابتدائي. هنكمل مع بعض يونت 1. خدنا درس أو حلقة في يونت 1، ودي تاني درس أو تاني حلقة. قلنا منهجنا اسمه Time for English، وهنتكلم في كتاب المعاصر أو نشتغل من كتاب المعاصر. أوكي. عندي أنا خدت فيش، يعني سمكة. طب أريد سمكة. I want a fish. I want أريد fish، سمكة. I want a fish. يبقى want يعني يريد. طيب لو قلت هي اللي معناها هو. He wants a bird. يعني هو يريد طائر. طيب انا كنت بقول I want، لكن لو قلت he wants. اوكي. يبقى لو الفاعل هي او she او it تبقى wants. اقول تاني، انا عندي ضمائر الفاعل هي I، he، she، it، you، we، they. يريد يعني want or wants، يعني يريد معنى كلمة want أو كلمة wants. I want، أنا أريد سمكة. I want a fish. هو يريد طائر. He wants a bird. Okay. She wants a kitten. It wants milk. You يعني أنت أو أنتم. You want a toy. يعني you want a toy. أنت تريد لعبة. We want planes. يعني we want planes. نحن نريد طائرات. They want food. They want food. هم يريدوا طعام. I want a fish. يعني أنا أريد إيه؟ سمكة. طب أنا لا أريد سمكة. I don't want a fish. He wants a bird. يعني هو يريد طائر. طب هو لا يريد طائر. He doesn't want a bird. طب هي تريد قطة صغيرة. She wants a kitten. هي لا تريد. She doesn't want a kitten. إنها تريد لبن. It wants milk. طب هي لا تريد. It doesn't want. هي لا تريد. It doesn't want milk. لا تريد لبن. You want a toy. أنت تريد لعبة أو أنتم تريدون لعبة. طيب أنتم لا تريدون لعبة. You don't want a toy. نحن نريد طائرات. We want planes. نحن لا نريد طائرات. We don't want planes. هم يريدون طعام. هم عاوزين طعام. They want food. طب هم لا يريدون طعام. They don't want food. يبقى أنا عندي want يعني يريد. Want يريد، صح كده؟ Wants يريد. Want يبقى الفعل هنا I، you، we،
ذي. لكن لو الفعل هي هتبقى هي wants، she wants، it wants. نفي want ايه؟ want يعني يريد، عكسها او نفيها يعني don't want. طيب wants، wants نفيها doesn't want. اوكي، انا اريد كلب صغير، I want a puppy، I want a puppy. انا لا اريد قطة، I don't want a kitten، I want a puppy، I don't want a kitten. He is a parrot. Very good. He wants، wants اللي هي W A N T S. He wants a parrot. طيب هو لا يريد، هو لا يريد أرنب. He doesn't want a rabbit. He doesn't want a rabbit. يبقى لما كانت don't انا قلت ايه نفيها ايه؟ don't want. wants نفيها ايه؟ doesn't want. okay. number three، we want a kitten. طيب we a puppy، don't want. don't ايه؟ want. They want a rabbit. They a kitten. Don't want. يبقى الصورة هنا موضحة ايه؟ Number one، I want a puppy. I don't want a kitten. الصورة واضحة؟ طيب. Number two، number two، talk about the picture. لو كلمنا عن الصورة، number two، he wants a parrot. parrot يعني بغبغاء. he doesn't want a rabbit. okay. يبقى انتهت page 40. page 41 هتلاقي فيهم exercise تقدر تتدرب عليه. okay. دلوقتي عندي short vowel. short vowel يعني الحرف المتحرك. نطقه ازاي؟ انا عندي الحرف المتحرك هنا الفاول بتاع عندي هنا ايه؟ يو. طيب ريبيت افتر مي، باج 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 اللي هي حشرة البق، باج. يجري عارفينها، ران ران ران. اعلى اب اب اب. دي كانت اليو شورت باول بخطفها. طب شوف بقى دي بلو بلو، دي بقى لونج باول. يو بلو جلو تون. اجين بلو 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 جلو 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 تون تون تون. طب لو قلت هنا بس كاب سن رج، شايفينهم؟ دي شورت اور لونج؟ شورت. يعني ايه شورت؟ بخطف الكلمة بس بس. كاب كاب سن سن رج رج. بس كاب سن رج. طب دي لك لك يعني حظ. لك جم دك. يبقى دي شورت بس كاب سن رج لك جم دك.
في كل دول انا بخطف الحرف الايه اليو. يعني ايه بخطفه؟ بس بس اليو مش واضح. لكن هنا بقى توب توب دي لونج توب. فلوت فلوت اللي هو المزمار. جون جون جون. توب توب يعني أنبوبة. فلوت فلوت مزمار. جون جون شهر يونيو. سو اسم بنت اسمها سو. كي يبقى في فرق بين هنا شورت يو لونج يو. بج ران اب تاني. ها بج ران اب. بلو بطول شويه في حرف اليو يبقى دي لونج. بلو جلو جلو تون تون. اوكي دلوقتي عندنا تيست 1 بيست اون اي يونت 1. يعني التيست ده يعني قائم على ايه يونت 1. اوكي هنشوف نوع الاسئله وهنجرب هنحل جزء. حضرتك هتحل بقيه الايه التست كهوم وورك. اوكي السؤال الاولاني بيقول لي ايه listen and circle. listen and circle the word with the short vowel. جميل يبقى انت المفروض بتسمع مني انا هقول لك الكلمه ايه. طب عندي كم كلمه 1 2 3 4 5 6 7 8. جم طبعا جم اللي هي الكلمه الاولانيه صح كده. run تعمل سيركل على كلمة ايه run دايرة. sun بس. طب انا ليه قلت الكلمات دي؟ لان دول short vowel. يعني ايه short vowel؟ يعني الحرف زي ما انا قلت بيتخطف بنطقه بسرعة كده. gum كده مش واضح قوي. طيب هنا listen and complete with one word. listen and complete with one word هتسمع برضو يبقى ده listening. وسؤال تاني listening. listen يعني استمع and complete with one word يعني وكمل بكلمة واحدة. it's blue and red يبقى ناقص كلمة ايه blue. is that your mom? is that أو is this your mom? is this your mom يبقى ناقص هنا كلمة إيه your اللي هي y o u r. number three she wants a fish. she wants a fish يبقى أعرف أكتب كلمة wants w a n t s. number four I want a cat يبقى ناقص هنا كلمة don't يبقى I don't want a cat. again تاني it's blue and red هتكتب كلمة blue. is this your mom هتكتب كلمة your. she wants a fish هتكتب كلمة wants. I don't want a cat هتكتب كلمة don't. عندي exercise تاني. exercise تاني يعني حتى لو التست ده صعب اما نتدرب مرة واتنين مش هيبقى صعب. read and write true or false. read and write true or false يعني اقرأ وبعدين اكتب true or false. هتعمل تك على الكلمة لو true هتعمل هنا ايه تك علامة صح. لو false هتعمل علامة صح. لكن ما ينفعش الاتنين نحط عليهم علامة صح. there are two boys. الجمل دي جميلة. الجمل دي جميلة. there are two boys يبقى انا قريتها فهمتها فهمت ان there are two boys يعني يوجد ولدين يبقى اكيد طبعا فولس. يبقى اعمل فولس هنا علامة تك هنا. number two the boy
has a fish and a dog. Has a fish and a dog. ومعه سمكة ومعه كلب. طب true تبقى ايه؟ صح. The boy is crying. Crying يعني بيعيط. الولد بيعيط بيبكي. No. يبقى تعمل هنا ايه؟ ها؟ False. The boy is tall and thin. انا شايفه طويل ورفيع. The boy is tall and thin. يبقى ايه؟ تك هنا. Exercise number 4. Exercise جميل. جميل ازاي؟ يريد and circle. Circle يعني حط دايرة. The odd one. يعني ايه odd one؟ يعني كلمة من الاربع كلمات دول مفروض اطلعها بره. ليه اطلعها بره؟ طب نشوف. جلو فات ثن طول. انت شاطر وعارف ان ايه فات يعني تخين، ثن يعني رفيع، طول يعني طويل. يبقى هطلع كلمة جلو. ليه كلمة جلو؟ لان معناها صمغ وملهاش دعوة بالصفات. سهلة. He, bed, she, it. طب انا عارف ان he يعني هو، she هي، it هو او هي الغير العاقل. طب يبقى bed. bed يعني سرير. اطلع بره يا بد. number 3. kitten. قطة. dress. فستان. rabbit. أرنب. بوبي كلب صغير. يبقى هي طبعا ايه؟ درس. نمبر 4. باروت. بيرد. باي. كانري. كانري يبقى طبعا باي، لان باي دي ايه؟ فعل. Exercise 5. Choose the correct answer from A, B, C or D. أنا عاوزك تعرف رأس السؤال بيعمل إيه أو بيقول إيه. Choose يعني اختار. The correct answer. الإجابة الصحيحة. Choose the correct answer from A, B, C or D. يبقى هي إجابة واحدة من كل دول اللي بتبقى صح. What A she look like. احنا مذاكرينها مع بعض. What A does. قول معايا. What does she look like. What does she look like. كريم a rabbit. Wants. Want. To want. Don't want. طبعا كريم wants دي لان انا خدت he wants. كريم wants. Is a big dog. آسف. A is a small dog. A is a small dog. A puppy. A puppy. Does she a lizard? Does she want a lizard? هل هي عايزة lizard؟ lizard طبعا يعني سحلية. Exercise 6. Look and answer the questions. Does she want a lizard? Yes or no? وكتب لي علامة خطأ كده wrong. يبقى طبعا no. No. اكتب no N. وبعد no A. comma. She doesn't. طب نذاكرها مع بعض. Does she want a lizard? No, she doesn't. Does she want a lizard? No, she doesn't. What do you want? A turtle. اكتب I want a turtle. يعني انا عايز ايه؟ turtle.
او اي حاجه في الصوره، ايه اللي موجود في الصوره قدامي؟ ترتل. اوكي، كان ات فلاي؟ سؤال جميل، عارفينه من اولى وتانية وتالته. كان ات فلاي يعني هل تستطيع ان تطير؟ بتطير ولا لا؟ طيب لو بتطير يس ات كان، لو ما بتطيرش نو. ات كان. What's wrong؟ ده بيسأل ده. What's wrong؟ هيقول له I can't find my mom. صح كده؟ يبقى كل الاكسرسايزز او التمارين دي، كل التمارين دي ها معتمدة على الدرس اللي انا ذاكرته. طيب هنا بيقول لي ايه؟ look and write three sentences. هتشوف هنا الموضوع ايه ونكتبه. I can see a boy and a girl. I can see a boy and a girl. I can see a boy and again. انا اقدر اشوف ايه او شايف ايه؟ ولد وبنت. فين في الصورة؟ طيب زي هم، زي are in the living room. living they are in the living room. living room. هما بيعملوا ايه؟ بياكلوا. they are eating. تاني، دي الصورة قدامي فبوصف اللي في الصورة، فقلت ايه؟ I can see a boy and a girl. طب ينفع اقول ايه؟ there is a boy and a girl. تمام. They are in the living room. هم في ايه؟ في حجرة المعيشة قاعدين هم. and they are eating. هم بياكلوا. اخر اكسرسايز بنكتويت the following. يعني ايه بنكتويت؟ بتصحح. بتصحح ايه؟ شكل الكلمات او الكلمة مكتوبة ازاي. فمكتوبة رامي. طب انا عارف ان ايه اسماء الاشخاص بتبدأ بحرف كابيتال، يبقى لازم الار يبقى كده. رامي كما هدى and احمد. يبقى رامي r a m y عادي a m y، بس هو الايه؟ ال r لازم يبقى كابيتال. طيب احمد a لازم يبقى كابيتال، وبقيه الحروف عادي. رامي هدى and احمد don't want a canary. فهنا هو بحط ايه؟ فول ستوب. تمام. طيب كده احنا حلينا تمرين ها او تيست على يونت 1، وفي تيست تاني هتاخده انت هوم وورك، وممكن نبقى نحله مع بعض بسرعه. اوكي. طيب علشان يبقى تستفيد من الوحده الاولى يونت 1 لازم اذاكر الدرس، اذاكر الكلمات، الكلمه اللي هي ايه فيها شورت فول او الكلمه اللي فيها لونج فول. اقرا الايه الدرس علشان is this your mom من نفسي. طب لازم احفظ كلمه يور y o u r. she wants افهم، يبقى لازم افهم she want or she wants. لا she wants، واعرف اكتبها. اوكي، يبقى هتذاكر التو فيديوز وتوكلنا على الله ان شاء الله هنكمل يونت 2 الفيديو الجاي. Goodbye and good luck.